الرئيس السيسي يؤكد أن المشروعات القومية تأتي ضمن خطة تنمية القطاع الزراعي. ويلقي غدا بيان مصر أمام قمة المناخ الدولية بنيويورك. المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون يزور العاصمة دمشق. التاسعة مساء في القاهرة والسابعة بتوقيت جرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة من مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية على هامش فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أكد الرئيس السيسي أن مصر تقوم بمشروعات قومية كبرى في إطار خطة متكاملة لتنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة بهدف العمل على تحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الاستراتيجية وسد فجوة الغذاء وخلق فرص عمل جديدة للشباب. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو، وذلك على هامش انعقاد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. أشار مدير عام منظمة الفاو إلى أن أجهزة المنظمة تتابع النشاط الضخم الذي تشهده مصر حاليا في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية. من المقرر يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام قمة المناخ الدولية التي تعقد غدا الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة. وخلال الكلمة يعرض الرئيس السيسي وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ باعتبار إفريقيا المتضرر الأكبر من أثار تلك الظاهرة. كما يؤكد السيسي أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة هذه الظاهرة مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات. من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة يطرح خلالها رؤية مصر إذن ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين. Thank you.
المزيد عن تاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة نتابعه في العرض الذي يقدمه لنا همام مجاهد. مشاهدينا الاعزاء، اهلا بحضراتكم، احييكم واصحابكم في هذا العرض التعريفي حول الجمعيه العامه للامم المتحده. انشئت الجمعيه العامه للامم المتحده في عام 1945 بموجب ميثاق الامم المتحده. هي واحده من الاجهزه السته الرئيسيه للامم المتحده، وتحتل الجمعيه موقع الصداره بين تلك الاجهزه لانها الجهاز الرئيسي للتداول وتقرير السياسات والتمثيل في الامم المتحده. الجمعيه العامه تضم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة، وتجتمع الجمعية في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من كل عام، وبعد ذلك في الفترة من يناير إلى أغسطس، وذلك حسب الضرورة. تناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الفريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا الدولية التي يشملها ميثاق الأمم المتحدة، مثل التنمية والسلام والأمن والقانون الدولي. ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الجمعية العامة لها أن تقوم بما يلي: أن تنظر في ميزانية الأمم المتحدة وتعتمدها وتقرر الأنصبة المالية التي تتحملها الدول الأعضاء، كما لها أن تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وأعضاء سائر مجالس الأمم المتحدة وهيئتها، وتعين أيضا الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن، وأن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح، كما من حقها أن تقدم توصيات بصددها، كما لها أن تنظر في التقارير الواردة من مجلس الأمن وسائر هيئات الأمم المتحدة، وللجمعية أيضا أن تتخذ إجراءات في حالات تهديد السلم أو انتهاك السلم أو الأعمال العدائية في حال لم يتخذ مجلس الأمن إجراء بسبب التصويت السلبي لأحد الأعضاء الدائمين. كانت هذه أبرز المعلومات حول الجمعية العامة للأمم المتحدة. شكرا لكم على طيب المتابعة. نظم أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية لليوم الثاني وقفات تأييد وترحيب بزيارة الرئيس السيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك أعضاء الجالية في مجموعة من الفعاليات المختلفة تصدرتها أعلام مصر ومرددين الأغاني الوطنية، إلى جانب الهتافات المؤيدة للدولة المصرية، كما شملت الفعاليات وقفة لمجموعة من الجالية أمام مقر إقامة الرئيس في نيويورك. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة توافر أرصدة من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة في الأسواق، مشددا على أهمية المتابعة الدورية للأسعار لحماية المواطنين من قيام البعض بالمغالاة في أسعار السلع الاستراتيجية. جاء تأكيد مدبولي خلال اجتماع عقده للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق. تم خلال الاجتماع تأكيد انخفاض متوسط أسعار السلع مقارنة بالعام الماضي، وكذلك ارتفاع قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية إلى 89.5 مليار جنيه هذا العام. كما عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل المرافق وتطوير المناطق العشوائية، وتم التأكيد خلال الاجتماع أن 37.5% من سكان المناطق الريفية يتمتعون بخدمة الصرف الصحي وتوصيل الخدمة ل 42.4% في 30 من يونيو المقبل، إضافة إلى الانتهاء من تطوير 192 منطقة عشوائية غير آمنة، فيما يجري الانتهاء من 165 منطقة أخرى. كما ترأس مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الذي استعرض أهم برامج الإصلاح الهيكلية التي تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد في إطار رؤية مصر 2030. تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى نجاح الحكومة في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، مرحلة التثبيت، ما يتعين الاستمرار في تبني برنامج إصلاح هيكلي شامل لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح.
كما عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر. خلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن البورصة السلعية من شأنها حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير وبالتالي المساهمة في خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع. أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نجاح لجنة تقنين أوضاع الكنائس في تقنين وتوفيق أوضاع 1109 كنائس ومبنى على مستوى الجمهورية. تتولى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس دراسة الطلبات والتثبت من أن يكون الطلب مقدما من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائما في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 وسليم من الناحية الإنشائية وملتزما بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة. أكدت القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك وتويتر هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة. وفي إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أهابت القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة. اعترفت قناة الجزيرة القطرية بفبركة فيديوهات وإذاعة مقاطع مصورة قديمة على أنها مظاهرات مزعومة من مصر لمحاولة الهجوم على الدولة المصرية وإثارة المشكلات والقلاقل بها، كما أكد مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم ظهروا في لقطات قديمة لتظاهرات عام 2011 بثتها قناة الجزيرة. المزيد في هذا التقرير. بمجرد أن ترى تلك اللقطات على قنوات جماعة الإخوان الإرهابية والكتائب الإلكترونية التابعة لها، فقد تظن أنها لما زعمت أنها تظاهرات بالشارع المصرية، لكنها في حقيقة الأمر احتفالات لمشجعي الأهلي عقب الفوز بكأس السوبر المحلية. بعد ليلة من الأكاذيب اعترفت قناة الجزيرة القطرية بفبركة فيديوهات وإذاعة مقاطع مصورة قديمة على أنها مظاهرات مزعومة من مصر لمحاولة الهجوم على الدولة المصرية وإثارة المشكلات والقلاقل بها. عديد انتشرت في الساعات القليلة الماضية وتبين لاحقا أنها قديمة أو مفبركة، من أبرزها هذه الصورة التي تبين لاحقا أنها لجماهير الكرة المصرية الذين احتشدوا في ميدان التحرير للاحتفال بفوز المنتخب الوطني في أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو الماضي. الصورة الثانية تظهر احتفالات الجماهير المصرية بتأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي. وبينما زعمت الجماعة الإرهابية وكتائبها الإلكترونية بمقتل شاب في الإسكندرية، خرج الشاب أحمد أبو ليلى ليرد على تلك الأكاذيب. أنا أحمد أبو ليلى، الشاب الإسكندراني اللي امبارح انتشر على موقع التواصل خبر استشهادي في سيدي بشر. حاولت أعرف الناس دي اللي هم منزلين الخبر، هم كانوا اثنين تقريبا على صفحتهم، ما عرفش طبعا اوصل لهم خالص. المهم انا نزلت السكرين شوت على صفحتي وكذبت الخبر وقلت يا ريت الناس، ما ينفعش الكلام دوت والناس تستوثق من الاخبار قبل نشر الشائعات. سيف الدين عبد الفتاح احد التابعين لجماعه الاخوان الارهابيه اقر بفبركه الفيديوهات التي روجتها قنوات الجماعه، كما اكد مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انهم ظهروا في لقطات قديمه لتظاهرات تعود إلى عام 2011 وبثتها قناة الجزيرة. كما تحدث أحد المواطنين أنه تم تصويرهم وقت الخروج من مباراة السوبر بالإسكندرية وتم إذاعته على الجزيرة على أنها لتظاهرات. كما أشار آخر إلى أن القناة القطرية استعانت بفيديو لجنازة أحد أصدقائه عام 2015 وقالت أنها لتظاهرات بالمنصورة، في حين اعتذر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن نشر فيديوهات قديمة. وفي إطار استمرار هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في عدم التزامها بالمهنية في التغطية الإعلامية للشأن المصري،
روجت الإذاعة لمزاعم جماعة الإخوان الإرهابية حول وجود تظاهرات بالشارع. واقعة لم تكن الأولى، فقد سبق وأن قامت الإذاعة البريطانية ببث تقرير تضمن ادعاءات ومزاعم بشأن تعذيب لمعارضين في مصر وحالات اختفاء قسري مزعومة، وكان من بينها حالة الفتاة زبيدة إبراهيم التي ظهرت بعد ذلك في لقاء ببرنامج كل يوم على قناة أون إي ونفت فيه كل ما جاء بتقرير البي بي سي من تعرضها للتعذيب أو الاختفاء القسري. أقول لهم أنا كويسة وما اتحبستش وعايش حياتي تمام. ويبدو أن الإذاعة البريطانية ليس لديها الجرأة للاعتذار كما فعلت جريدة القبس الكويتية والتي اعتذرت عن نشر صورة على أنها لتظاهرات في مصر نقلا عن وكالة أنباء الأناضول التركية، واتضح فيما بعد أن الصورة قديمة وأعيد استخدامها على نحو خاطئ. أعلن العديد من المواطنات رفضهن لدعوات الجماعة الإرهابية بالتظاهر، وأشادت السيدات بالجهود المبذولة من الدولة لخدمة المواطنين. أنا ضد أصلاً إن الثورة تحصل أصلاً، لأن أنا مش شايفة أصلاً إن في داعي إن دلوقتي أصلاً ثورة يعني تحصل أصلاً، لأن إحنا في أيام يعني يعلم بها ربنا، والبلد أصلاً سيسي كان واخدها ما كانتش كده، إحنا في حاجات كتير اتصلحت عن الأول. دلوقتي عايشين في أمان على الأقل، بنروح بيتنا إنما مبسوطين كويسين، وبكرة الأيام تعدي، إنما ثورة لا، ما نرشحش للكلام ده. لو عملت ثورة البلد هترجع أسوأ من الأول، وهتبقى في خراب أكتر من الأول، بس دلوقتي الحمد لله عايشين كويسين. إحنا عايزين نعيش في أمان وخلاص، وبعدين السيسي مش وحش يعني، السيسي كويس وعمل حاجات كتير. بس في ناس شايفة غير كده، وهي اللي بتعمل المواويل دي كلها. السيسي محترم ومخلينا عايشين في هنا وفي أمان عن الأول. يعني الناس اللي بتعمل دي عايزة تخرب في البلد وخلاص. كل النساء بقت مثقفة وبقت على وعي كامل بكل حاجة، ومش معقول طبعا ان النساء انها يعني هوجاء او تطلع تقول اي كلام، لا طبعا لازم كلنا نفكر بعقل، واحنا شفنا قبل كده واللي حصل والخراب اللي حصل، فاحنا مش اي قناة سواء معتزة او سواء اي حد يقول لنا اي كلام او محمد علي او مقتنعين بكلامه، لا طبعا دي كلها افكار وحاجات عشان تهد البلد طبعا. سيبنا في حالنا وخلي البلد ماشية كويسة والحمد لله، البلد حلوة وجميلة وعايشين ومبسوطين، في ايه عايزين تخربوها ليه؟ ما تسيبوها ما تسيبوها، احنا عايشين فيها ومبسوطين وتمام. هنقولوا ايه اكتر من كده؟ هي انخربت هنعرف نصلحها تاني؟ ما هي صلحت وبقت حلوة وبقت تمام، ليه كده؟ ليه عايزين تخربوها؟ هتودونا فين يعني؟ انا اتعلمت دايس اللي هو ان انا ما انزلش الشارع واخرب بلدي علشان واحد اتكلم. انت مين يعني؟ ما تعنيش ليا حاجه عشان تحرك جوايا اي حاجه، انت مجرد واحد جاهل بتتكلم او واحد بتفرج فلوس وبس وخلاص. يعني احنا نساء مصر، احنا بنحب مصر، وعمرنا ما هنعمل حاجه تضر مصر، ومع مصر ومع السيسي ومع كل احنا شفنا ايام سودة، فهو وامثاله يبعدوا عننا ويكفينا شرهم. لا طبعا مش هننزل، دي بلدنا واحنا محتفظين بيها وعمرنا ما هننزل. هو عايز يخربها بقى هو حر، لكن احنا مش هننزل. كل ستات مصر مع السيسي، وبنحب مصر وبنحب السيسي، وهي مش خراب ولا حاجه، يا مصر حلوه هتفضل حلوه طول العمر. نقول له احترم نفسك وسيب مصر في حالها وسيب السيسي في حاله. لا احنا ضد التخريب وضد التحريض، دي بلدنا وكلنا لازم نحافظ عليها. ننزلوا ليه بقى؟ احنا ما ننزلوش ليه؟ والرئيس عامل لنا ايه؟ عامل لنا كل حاجه كويسه، اللي هينزل ده متخلف تمام؟ احنا مش هننزل لان هو بيعمل لنا كل حاجة حلوة. أعلنت مبادرة المرأة المصرية صانعة السلام دعمها لمصر ضد المخططات والمؤامرات التي تسعى لهدم كيانها وزعزعة الاستقرار فيها. أكد بيان للمبادرة أن المرأة المصرية أصبحت واعية ومدركة بالأخطار والمخططات التي تحاك ضد الوطن وتسعى إلى تقسيم أبنائه وتفتيت الوطن. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من مظاهر النجاح. We'll be right back.
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع حققت أجهزة الوزارة نتائج إيجابية في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 294,103 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41,591 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و476 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر، و642 مخالفة طمس وبدون لوحات معدنية. في مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 3642 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7279 قضية تموينية متنوعة، من بينها 114 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8380 اسطوانة بوتاجاز وما يقرب من 121,000 لتر مواد بترولية، إضافة إلى ضبط 7165 قضية تموينية بمضبوطات وزنت ما يقرب من 1457.5 طن سلع غذائية وتموينية، من بينها حوالي 244.5 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وحوالي 29.5 طن سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 70,676 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت ما يقرب من 49 مليون جنيه. وإلى جرائم الأموال العامة، نجحت جهود وزارة الداخلية في ضبط 19 قضية بين إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي والاختلاس والإضرار بالمال العام والاحتيال المصرفي وغسل أموال وكسب غير مشروع بقيمة مالية بلغت أكثر من 70 مليون جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، ضبطت أجهزة الوزارة خلال أسبوع 1526 قضية في مجال الضرائب والرسوم بلغ حجم التعاملات فيها ما يقرب من 1,600,000,000,000 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. عقد قادة فصائل الجبهة الثورية السودانية اجتماعا بالقاهرة بحثوا خلاله ترتيب منبر السلام وتسويق اتفاق السلام الذي وقعته الجبهة مع المجلس السيادي والحكومة الانتقالية في جوبا. قال متحدث باسم مطارات دبي انه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي. اضاف المتحدث ان وصول الرحلات تعطل لفتره وجيزه في مطار دبي الدولي بسبب ما يشتبه بانه نشاط طائره مسيره، ما اسفر عن تحويل مسار رحلتين، وقد عادت الرحلتان الى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدا وجود خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين على الهامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ذكر ترامب أنه تمت برمجة 15 اجتماعا ولقاء خلال وجوده في نيويورك، مضيفا أن الاجتماع مع إيران ليس ضمن الجدول.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج هي للردع والدفاع. وأضاف بومبيو أنه على ثقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراء إضافيا إذا استمرت إيران في نهجها، معتبرا أن القيادة الإيرانية تدرك ذلك. قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين إن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية بالسعودية هجوم على النظام الاقتصادي العالمي. وبعد الهجمات فرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران. أوضح مينوتشين أنها تتعلق باستهداف آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية لمنع ما أسماه تمويل طهران للإرهاب. أكد المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إحرازه تقدما كبيرا بشأن العمل لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري. جاء ذلك في تصريحات لبيدرسون لدى وصوله العاصمة دمشق لمناقشة القضايا المعلقة في المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة، إذ من المقرر أن يلتقي غدا الاثنين مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم. On the work that we are doing on the Constitutional Committee. I'm therefore looking very much forward to my meeting with Foreign Minister Muallem tomorrow. And I hope it will be possible, of course. بدأ الرئيس الإسرائيلي راوفين ريفلين مشاورات نيابية مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية التي تم انتخابها مؤخرا، وذلك تمهيدا لتسمية النائب الأوفر حظا ليكلف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة. في سياق متصل أعلنت القائمة العربية المشتركة دعمها لتكليف بيني غانتس لرئاسة الحكومة الإسرائيلية. فاز منتخب ناشئات كرة اليد على نظيره الأنغولي بنتيجة 28 مقابل 22 في إطار خامس مواجهاته ببطولة إفريقيا التي تقام في النيجر، ليحسم اللقب قبل الجولة الختامية ويتأهل إلى بطولة العالم 2020 في رومانيا. يمتلك منتخب مصر 10 نقاط منفردا بصدارة المنافسة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد، يليه منتخب أنغولا برصيد 8 نقاط ثم تونس برصيد 7 نقاط. تغلب نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح تغلب على تشيلسي بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. رفع الفوز رصيد ليفربول إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق الفوز السادس له على التوالي، متفوقا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، فيما توقف رصيد تشيلسي عند 8 نقاط. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، لكنه شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف أثناء الليل. فيما يلي نتابع بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا.
ختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس السيسي يؤكد أن المشروعات القومية تأتي ضمن خطة تنمية القطاع الزراعي. رئيس السيسي يلقي غدا بيان مصر أمام قمة المناخ الدولية بنيويورك. والمبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون يزور العاصمة دمشق. إلى هنا نصل مع حضراتكم لختام هذه الجولة من الأخبار، لكن دوما بإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا الإخباري extranews.tv. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.